اهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. نحن هنا ما زلنا في دوار إغران من اجل توصيل الصورة الكاملة لكم. نحن ما زلنا هنا من اجل توصيل الفكرة وكل ما يجول في هذه المنطقة. معنا في هذه الاثناء الشاب محمد اللي جا من مدينة تطوان نهار الخميس من اجل التطوع باش يدخل ينقذ الطفل ريان، ولكن ما كتبش انه يدخل. غنشوفوا علاش وغنشوفوا كيفاش جاتو فكرة التطوع. يا محمد مرحبا. انا بالنظري لانني كنت كنشوف الدراري كيهبطوا وكيطلعوا كل واحد كيفاش كيقول له انه يهود، بانت لان ديك الطريقه اللي كيهود بها واقف ما يمكنلوش انه يجبد بها ديك الطريق. انا كنت واحد من ديك المتطوعين، انا شديت على اوتوستوب في الطريق في الليل، بقيت داير اوتوستوب على الله حتى وصلت لهنا في 4 الصباح. طبعا ما عيطت لحتى شي واحد، هادشي كان تطوعي. جيت صدفه مع ديك الطفل الصغير اللي سميتو ادم، انه جيت هو لهنايا مع العائله ديالو، هو تطوع بغى يهود ما خلاوهش، قالوا له مع الام ديالو الاب ديالو ما خلاوهش. جيت انا طلبت منه عيط، نطلبو ما بغاوش، جاو مراي الدراري بزاف، شي واحد ما بغا يخليه يتطوع انه يهود. بعد شي محاوله ما قبلوش شي واحد انه يهود التطوع. باقي لحد الان ما ناسين شي 42 ساعه. واخا اسمح لي عفاك، قلت لي انه انت شفت الناس كيهبطوا هيدا، انت كانت عندك فكره يا اخي كيفاش غتساوي؟ الفكره اللي كاين الوحيده اللي يقدر انك تغامر بها، واخا انها يكون فيها خطره، انك تهود على راسك. كنت عتهود؟ انا هود، ما يمكنلكش انك تهود واقف تجبد واحد الطيب 30 سنتيمتر يلاه كدوقف بها. كاين واحد الحال واحد وتجبدو برجلك؟ ما يمكنش، باش انت خصك تطلعو باقل اضرار، لا ما يمكنلكش تطلعو انت ناهود على رجلك واوانك كاين الضيق. الدري كيقولو خصهم الدري صغير، جا الدري صغير من كاستيغو انه يهود على راسو ما بغاش يخليوه. علاش؟ ما عرفناش، كيقول لك انا السلطات ما كنخليهمش، ما قابلينش على شي واحد انه يهود على راسو. انت مع من تواصلتي باش طلبتي انك تهود؟ ما خليت مع من تواصلتي، ما خلينا مع من هضرنا، وما خليت شي واحد الدري ها واحد كان ما جي من الفاس ولا من كان ما جي دار حادثه في الطريق. بس بدا شي تا هو كان ما جي متطوع انه باش يهود بنفس الطريقه، حتى شي واحد ما دا حتى شي واحد ما تسوق. واخا انت كتشوف راسك انه كنت تقدر تجبد ريان؟ انا بالنسبه لي كنت ندير فرصه ليلي، واخا ما قدرتش. انا كانوا بزاف الدراري متطوعين انهم يهبطوا بنفس الطريقه على راسهم، واحد فينا كان يقدر يجبد، ما يمكنش شي 20 ولا 10 الناس، حتى شي واحد ما يوصل فيهم ديك المنطقه انه باش ينقذ. كتشوف ان عندك البنيه الجسميه كافيه انه تجبد راي؟ انا بالنسبه لي عندي القدره اني نقدر نجبد، عينا معاهم انه باش نهبط ما خلاوناش. واخا شنو الرساله ديالك لهاد الناس؟ نتمنى ان من هاد الطفل انه يخرج، ما يبقاش في هاد الحالة هادي، نتمنى يخرج يكون باقي عايش على الاقل، واخا انه من المستحيل انه يكون باقي عايش. كنتمنى. اسمح لي السؤال الاخر، شنو الهدف ديالك من هاد التطوع هذا؟ انا كان الهدف ديالي انني ندير واحد المحاولة بحالي بحال الناس، على الاقل نجبدو الطفل، ما يبقاش انه 3 ايام ولا 4 ايام تحت الارض، بقا يستنى فوقاش يحفر في التراكس، فوقاش انه يديروا النفق باش يدوزوا لعالم. يعني كتشوف انهم طولوا؟ او من حد الان باقي كيصلوا على النفق باش يمروا، ما باقي ما وصلوش، باقي ما كاين حتى شي خالص. شكرا جزيلا. متابعي قناه اشواق تي في، كان هذا محمد المتطوع الذي جاء من مدينه تطوان. شكرا لكم على مشاهدتكم هذا المقطع، شكرا للاخت وللزميله مريم التي خلف الكاميرا تصورنا، شكرا لكم جميعا، نلتقي في مقطع اخر والسلام عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.